الساحل ديال اكادير كيتوفر على اجمل الشواطئ في المغرب، وفي اطار سلسله التعريف بشواطئ مدينه اكادير الجميله غادي تاخذنا لشاطئ اكادير، واحد من بين اجمل الشواطئ في المغرب. البحر اللي كيستقطب السياح المغاربه داخل وخارج المغرب، وكذلك السياح الاجانب من مختلف دول العالم اللي كيجيو لاكادير من اجل الاستمتاع بالشاطئ وكذلك الجو الجميل والمشمس على طول السنه. وبالنسبه لوسائل النقل موجودين، كاينين طاكسيات كبار وصغار وكاينين الطوبيسات، وكتوفر اكادير على كورنيش زوين وكبير وفيه مقاهي ومطاعم فين تاكلوا. ولا بغيتوني ندير لكم فيديو على الكورنيش قولوها ليا في التعليق. وبالنسبه للكراء اليومي في مدينه اكادير، وبالنسبه للاثمنه ديال الكراء اليومي في اكادير تبداو تقريبا من 300 درهم حتى 350 درهم للفوق على حساب البلاصه والقرب ديالها السونتر ديال المدينه. انا الا بغيت ندير لكم الاحياء اللي زوينين والاحياء اللي كيتكراو فيهم اللي تكون فيهم البارطمات الكراء اليومي بالترونسبور ديالهم للبحر ولا السونتر ديال المدينه، قولوها في الكومونتير تندير لكم الاحياء وانتم تختاروا اشنو هو الحي اللي كيناسبكم باش انكم تدوزوا هنا العطله الصيفيه ديالكم هنا في المدينه ديال اكادير. حنا دابا غادي نديروا واحد الجوله في الشاطئ ديال اكادير ونتعرفوا على الحوايج اللي واش تزادوا شي حوايج هنا في البحر استعدادا للصيف. البحر ديال اكادير واحد من بين اجمل الشواطئ في المغرب. اليوم الخوت، اليوم الخميس ونهار الرابع في العيد، تبارك الله الخوت تيبان البحر غادي وكيعمر. دابا دايره 11 ديال الصباح تبارك الله البحر غادي وكيعمر. واحد الحاجه اللي مهمه ضروري ما نشير ليها هو خصنا نحافظوا على النظافه ديال البحر. كما كتشوفوا الخوت البحر تبارك الله اللهم بارك راه نقي، الازبال هنايا الخوت راه ما كاينينش. ان شاء الله فاش غادي تجيو للبحر للناس ديال اكادير والناس اللي غادي يجيو ان شاء الله يستمتعوا بالبحر ديال المدينه، نحافظوا على النظافه ديال الشواطئ ديالنا وما نرميوش الازبال. راه حشومه عمال النظافه كيقوموا بالواجب ديالهم وكينقيو لينا البحر وكنجيو حنايا وكنوسخوه. راه هما راه دايرين لينا الطرو كما كتشوفوا، غنوريكم دايرين الطرو ديال الزبل على طول البحر باش اننا ما نلوحوش الازبال في الارضيه ونسخو الرمله ولا نلوحو الزبل حدا الماء. انتما كما كتشوفوا الطرو الطرو ديال الزبل على طول البحر. الا عقلتوا على واحد الفيديو درتو داك العام كانوا لنا داك سميتهم باقي دوك الطحالب، هذا العام ما كاينينش والما تبارك الله كما كتشوفوا المصافي والمنقي هذوك الطحالب اللي كانوا منمارين حتى هنايا ما بقاوش، يعني ما بقاوش كاينين. جينا تعوم ضرب عومه زوينه. دابا الخوت البحر طالع، فاش كيكون البحر هابط تيبانو دوك الشروفه اللي في الوسط. وبالنسبه لي انا هذه هي احسن بلاصه كنجي ليها كنتبحر فيها هنايا الا جيت للبحر ديال اكادير، ديال البلاصه اللي كتعجبني. اكيد تكراو هنايا كراسه بالطبالي ديالهم والباراسولات. ديك البلاصه اللي بديت فيها الفيديو خاويه هنا حدا ماري حدا ماكدو انا تبارك الله عامر. اليوم راه الخميس الرابع ديال العيد تبارك الله البحر دابا داير 11 وربع والبحر تبارك الله غادي وكيعمر. دابا هنا في العشيه غتلقاو عامر. الناس تبارك الله كيعوموا مع الصراحه الجو ديال اليوم جو زوين، كاينه الشمس. والحاجه اللي زوينه في البحوره ديال اكادير هما الماء ديالهم تيكون سخون ما تيكونش بارد مقارنه بالبحر ديال بليونش وديال اسفي وشي بحوره في المغرب راه ما تقدرش تعوم فيهم. انا لا انا الماء تبارك الله سخون. واحد البحيره هنا اليوم الصراحه زوينه غير انا ما معولتش على العومه. الناس تبارك الله راه كيعوموا،
المتر ناجورات موجودين هنا في البحر غير هو. ردوا بالكم الاولاد، ولادكم الصغار ما تخليهمش يعوموا بوحدهم، ديما حدوهم، لاحقاش بعض المرات كتغفلوا ولا كيديك النعاس وكتجي كتلقى غرق. دائما هذه النصيحه اللي كنصحكم بها، ردوا البال لولادكم، ما تخليهمش يعوموا بوحدهم ولا يعوموا وتردوا لهم البال في نفس الوقت، ماشي تخليهم بوحدهم تغرقوا. شحال من واحد كيجي هنايا كيخلي ولادو كيعوموا وهو كاع ما مسوق وفي الاخر كيلقى راه غرق. ولا جدو شي واحد، جدو شي متر ناجور، انا راه البحر راه ماشي ديال اللعب. جيت للبلاصه اللي كانوا فيها الطحالب داك العام حدا مارينا، الا عقلتو على هاد البلاصه داك العام كنت صورتها كانوا فيها الطحالب. دابا داك الشرخ خوت راه بقاش تحيد داكشي شحال هادي حيدوه، وهنا تنقى الناس ولاو كيعوموا هنايا وفي لافان ديال البحر ولا حدا مارينا كاين تما تجيب سكيات. حنا حدا مارينا ضرب واحد العومه هنايا زوينه، هنا ما كاينش لي مواج، هنا البحر بحال كتعوم في لابيسين، بحال الشكل ديال البحر ديال واد اللو والبحر ديال الوالديه، ما فيهمش لي مواج، كتعوم كتستغرس بلي راه كتعوم في لابيسين. انا في الضيبه لفان ديال البحر وصلت المارينا. بالنسبه للجيت سكيات الخوت راه كاينين هنايا، الا كنت باغي تركبوا الجيت سكيات هنا راه كاينين الصغار، الصغار تقريبا راه كيبداو بديك 500 درهم نص ساعه، والكبار 700 درهم نص ساعه. البحر ديال اكادير واحد من بين اجمل الشواطئ اللي كاينين في اكادير ولا اللي كاينين في المغرب، البحر اللي كيجيو ليه السياح من مختلف دول العالم وكذلك السياح المغاربه داخل وخارج الوطن. بالنسبه للناس اللي غادي يجيو لاكادير ضروري ما خصكم تضربوا دويره هنايا، ضربوا عومه في البحر ديال اكادير وتعرفوا على البحر ديال اكادير كيفاش داير، وكذلك تعرفوا على الكورنيش الجميل ديال اكادير والتقهوى هنايا. الا بغيتي انني ندير لكم فيديو خاص بالكورنيش ديال اكادير ونتعرفوا على الحوايج اللي كاينين فيه قولوا في الكومنتيرات. بالنسبه لواحد البلاصه نسيت مازال ما صورت فيها وهي تانيت، كنت قلت لكم بلي راه غادي نمشي لتانيت، غير هو المشكل هو الترونسبور ما كاينش ترونسبور كيدي ليها. دابا الخوت حنا بدينا السلسله ديال التعرف على الشواطئ ديال اكادير، البدايه الخوت كانت بالبحر ديال اكادير الجميل كما شفتوا معنا في هذا الفيديو هذا. الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي يكونوا في البحوره ديال اكادير، وبغيت الراي ديالكم اشنو هما الحوايج اللي بغيتيني نهضر فيهم على الفيديوهات على الشواطئ ديال اكادير، اشنو هما المعلومات اللي بغيتوهم، اشنو هما الحوايج اللي بغيتيني نهضر عليهم في الفيديوهات المقبله، باش تكون الاستفاده بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جاوا لاكادير وبغوا انهم يعرفوا اي حاجه على الشواطئ الجميله. ما تنساوش انكم تقولوا لي الاراء ديالكم في الكومنتيرات. هادشي الخوت اللي كاين في هذا الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله الخوت في الفيديو الجاي. عيدكم مبارك سعيد، الله يوفق راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله.